نحن مجموعة شباب أكثر من 50 نعمل في مستشفى في هيوستن. الإدارة توفر لنا مكاناً مصلى لصلاة الجمعة، ما هي السنة أو أركان خطبة الجمعة إذا اخترنا خطيباً للجمعة منا. نعم، إذا كان يعني وقت صلاة الجمعة تكونون في المستشفى مثلاً، فنعم تقدمون أحدكم يخطب فيكم خطبة قصيرة ويصلي فيكم صلاة الجمعة. وأما أركان الخطبة فأن تكون خطبتين، وأن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه يذكر آية ويأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يصلي بهم الجمعة. يعني لا يطيل فيهم الخطبة حتى لا يعني ترد عليهم، يقول أنتم تروحون تصلون تهملون أعمالكم وكذا. كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقصر الخطبة صلى الله عليه وسلم ويطيل الصلاة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.